أننا اليوم نعيش لحظات من الفرح، لحظات من البهجة، لحظات من التفاؤل يعيشها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهو يعيش هذه الخطوات المباركة على طريق إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة لشطري الوطن. هذه الخطوات التي بدأت بعد أن قامت حركة حماس بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من القدوم إلى غزة لممارسة عملها والموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. هذه الخطوات التي قابلتها حركة فتح بكل أريحية وثقة، فجاءت حكومة الوفاق إلى قطاع غزة وكان لها الاستقبال الكبير.